كيفكم يا اصدقاء؟ تعالوا سوا بناخذ هذا العنصر مجانا، ان شاء الله الكل يقدر يحصل عليه. طبعا جايز هذا العنصر هلا نزل مجاني وان شاء الله بيكون مش محدود، لانه قبل فتره نزلوا المطور وقال انه بدقائق قليله وبحذفه. ان شاء الله يا اصدقاء مش يحذفه والكل ياخذه. جايز هلا الكل ياخذ هذا عنصر السنجاب. جايز هاي شخصيه السنجاب. المهم يا اصدقاء الرابط بتلاقوه بصندوق الوصف، وكمان يا اصدقاء اذا بتروحوا على الشوب هون وبتكتبوا فري، اوكي بنكتبوا فري وبنشوف يا حبايبي يعني بنقدر نحصل عليه او لا، بيظهر معنا او لا. حبايبي شكله مش نقدر نحصل عليه. ان شاء الله يا اصدقاء الكل ياخذه، ان شاء الله يا رب، بتمنى من قلبي الكل ياخذه. هذا هو جايز، هذا هو العنصر المجاني. وكمان يا اصدقاء كمان هذه شخصيه بتكون مجانا. طبعا كثير سالتوني عن سكين القزم، انا اخذته مجانا وبيكون محدود. كمان يا اصدقاء هذا السكين بتصور بيكون محدود يعني مش يدوم، فالكل يا حلوين الكل بيروح بياخذ هذه الشخصيه الكيوت، لانه يا حلوين هذه الشخصيه نقدر نعمل منها سكنات كثير حلوه. فبتمنى الكل يروح يحصل عليها قبل الحذف او قبل لا تتحول الى مضاع. وبس والله يا حلوين حبيت افيدكم هذه المعلومات. كانت معكم نوبا، دمتم في امان الله ومع السلامه.